اليوم أبي له 9 سنين وسبع شوي تقريبا بمعتقلات نظام الأسد. يوم اللي صار الزلزال الأول أنا كناشطة وكأبنة معتقل أول شيء دويت عليه هو إذا في أي أخبار حول الأشخاص اللي بالسجون. الأشخاص اللي بالسجون اللي تابع للنظام بحلب وباللاذقية وبحما، وكمان حول الأشخاص اللي موجودين بالسجون التابعة لجبهة النصرة، التابعة لقسد، التابعة لما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا. كل هدول الأشخاص كان في تعتيم تام حول أي أخبار عن شو مصيرهم. طبعا اليوم صار في تقارير حول الأموال اللي حصلها نظام الأسد عن طريق ابتزاز أهالي المعتقلين اللي دفعوا، للأسف لسه عم يدفعوا يعني ملايين للحصول على أي معلومة. صار في تجارة اسمها تجارة الاعتقال. نظام الأسد برأيي الشخصي بيتبع هاي الطريقة لأنه بيعرف قديش هي فعالة بكسر المجتمعات. اليوم التطبيع مع نظام الأسد بيعني أنه أي فرصة للعمل على إطلاق سراح المعتقلين رح تتدمر. اللي عم بيصير اليوم هو يعني بيدمر أي فرصة، أي احتمال لأنه يكون في حل سياسي معقول لسوريا. اللي لازم يصير هو الدفش لحل سياسي لسوريا يبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين والمعتقلات وبإيقاف عمليات الاعتقال اللي لسه اليوم مستمرة داخل سوريا وبمحاسبة جميع المجرمين ومرتكبي الانتهاكات وعلى رأسهم بشار الأسد.